السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة Love Sport. نتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. على بركة الله نبدأ. فرنسا بلد الغاز، جمهورية دستورية، ذات نظام مركزي. فرنسا طبعا معروفة طبعا ومشهورة ولها يد في القضايا السياسية اللي في كل أنحاء العالم، في الشرق الأوسط طبعا، وصاحبة اليد العليا والكلمة العليا في أفريقيا، المستعمرات الفرنسية القديمة اللي ما زالت مستعمرات فرنسية لغاية النهاردة، إن كانت اقتصادية أو إن كانت تابعة سياسيا أو خلاف لذلك، وعضو طبعا في العديد من المؤسسات الدولية، ولها كلمة مسموعة في العالم طبعا، لها حق الفيتو في الأمم المتحدة، لا لها تقل، وعندها مستعمرات على فكرة لغاية النهاردة في أمريكا الجنوبية أو في المحيط الأطلنطي. طبعا فرنسا العاصمة بتاعتها باريس، وأهلها بيتكلموا اللغة الفرنسية. 67 مليون نسمة بيسكنوا في حوالي 67.5 مليون ألف كيلو متر مربع. على فكرة فرنسا أرضها تتميز أو فيها عيوب، يعني اللي هي مناطق جبلية وكده، ومساحتها، وهم محتاجين دايما بيشجعوا على الهجرة لفرنسا، عندهم جاليات من كل الدول العربية زي لبنانية، عندهم جاليات تونسية ومغربية قاعدين هناك ومكونين أجيال أول وتاني وتالت، يعني موجودين. متأسس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم سنة 1919، ودي حاجة غريبة بصراحة، يعني أنا قريت على المعلومة ديت وأنا وهو وفرنسا انضمت سنة 1904، أنا مش عارف دي جاية إزاي يعني. طبعا فرنسا صاحبة الفضل في كأس العالم وفي وجوده، لأن هي صاحبة الفكرة، أو الصحفي الفرنسي هو اللي كان صاحب فكرة كأس العالم. فرنسا كمنتخب قوي جدا طبعا، اتأهل 15 مرة لكأس العالم، ومن أهم إنجازاته طبعا البطولة المشهورة 98. احنا كبرنا طبعا على البطولة بتاعت 94 و98، 94 اللي خدتها البرازيل و98 اللي خدتها فرنسا من البرازيل، طبعا بالهدفين بتوع زين الدين زيدان مشهورين جدا، والهدف بتاع رزارازو. كسبت طبعا البرازيل في النهائي ده 3-0، وكانت بطل برضو للنسخة الماضية، هي حامل اللقب 2018 بعد ما كسبت كرواتيا في النهائي ب4 أهداف. طبعا فرنسا من ضمن إنجازاتها إن هي بطل كأس العالم للقارات سنة 2001، ولما تأهلت له عن طريق حاملة لقب كأس العالم، وكانت بطل القارات 2003 لما تأهلت برضه لكأس القارات لما كانت حاصلة على بطولة أوروبا. طبعا كانت بطل أوروبا سنة 1984 وبطل أوروبا سنة 2000. حصلت على البطولة الجديدة بعد البرتغال ما حصلت على البطولة الأولى، هي حصلت البطولة الثانية سنة 2021. لو هنتكلم بقى على المدرب بتاع المنتخب الفرنسي، أنا شخصيا شايف المدرب بتاعها مدرب متواضع. طبعا هو خد او حصل على البطولة في 1998 مع المنتخب الفرنسي، لكن هو مع نجوم بصراحة يا جماعة، يعني ده منتخب لو جبنا له واحد يدربه عنده 10 سنين هيدرب، هم مش محتاجين تدريب، يعني حتى انا ما تشوفش خطة لعب ثابتة او لعبة معينة او تطوير من المدرب في حاجة معينة. الموضوع بصراحة يعني ديشان او ديدي ديشان
وكمان المدرب بتاع المنتخب البرتغالي، الاثنين مدربين دول بصراحة عليهم علامات استفهام كتير جدا، ووقعوا في مشاكل فنية ما يقعش فيها مدربين متوسطين. طبعا اللي شايل المنظومة دي طبعا النجوم الكتير اللي موجودة في المنتخب الفرنسي، لأن مفيش مكان مفهوش نجم، يعني مفيش مكان مفهوش نجم. مش هقول لك بقى اللي ملهوش احتياطي، لا ده ملهوش الاحتياطي بتاعه نجم سوبر ستار. ديدي شان مدرب فرنسي من مواليد 1968، ومع الفريق او مع المنتخب من 2012. طبعا هو اللي حصل على كأس العالم اللي فات وحامل اللقب 2018 في روسيا، بعد ما فاز على كرواتيا 4-2 في الماتش النهائي. لو هتيجي تتكلم بقى على النجوم او ابرز النجوم اللي موجودين في فرنسا، طبيعي ان انت هتروح تتكلم على كريم بنزيما. كريم بنزيما خد كل حاجه مع ريال مدريد، مش بس خد كل حاجه، لا ده كمان عمل. الناس كانت ظلماه كتير قوي ان هو متداري في كريستيانو رونالدو هو اللي عامل هو اللي مخلي. لا 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 يا جماعه، كريستيانو رونالدو مشي، واللي بقى موجود دلوقتي مش طلع بقى هو متداري في كريستيانو، لا ده طلع وجود كريستيانو جنبه كان ظالم بنزيما وما كانش مبينه. لكن كريم بنزيما شخصية رائعة ومهاجم فذ، أخيرا الحظ ابتسم له وخد أحسن لاعب في العالم السنة دي. لكن برضو ما نخفيش حق كيليان امبابي، جريزمان، دول لعيبة. كانتي طبعا مش هيلعب تقريبا في كأس العالم، وبوجبا كمان يقال برضو اللي هو مش هيلعب في كأس العالم. فطبعا دي خسارات فاجعة بالنسبة للمنتخب الفرنسي. واعتقد ان ديدي ديشان هو المفروض هو يراجع نفسه، بس مش هيعرف يعمل حاجة. ويعني هي فرنسا تبقى مرشحة بقوة لبطولة كأس العالم أو الحفاظ على البطولة، وتأهلت طبعا لكأس العالم كأول المجموعة الرابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم. طبعا الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي هو هنري كونجارو أو المنتخب الأسترالي. أستراليا دولة شبه قارة، موجودة طبعا في قارة أستراليا تحت التاج البريطاني، تقع في النصف الكرة الجنوبي جنوب شرق آسيا، ودي طبعا كانت مستعمرة إنجليزية في المحيط الهادي، ونالت الاستقلال بتاعها من بريطانيا مع حركات التحرر، لكن بقيت تحت التاج البريطاني. العاصمة بتاعتها كامبرا، ومن أشهر المدن فيها سيدني، كانت اتلعبت فيها بطولة أولمبياد سيدني مشهورة طبعا. أهلها طبعا تحت التاج البريطاني، و بيتكلموا اللغة الإنجليزية. عدد السكان بتاعها 26 مليون نسمة، و عايشين على مساحة 7.7 مليون كيلومتر مربع. الاتحاد بتاعها اتأسس سنة 1961. شفتوا يا جماعة بقى، دولة تحت الاحتلال، هتلاقي على طول الاتحاد الاسترالي لكرة القدم اتأسس سنة 1961، انضم للاتحاد الدولي فيفا 1963، اتأهل لكأس العالم 6 مرات. من المنتخبات المتوسطة في كرة القدم، إنجازه وصل إن هو وصل لدور الثمانية سنة 2006 في البطولة المقامة على الأراضي الألمانية. كمان عنده رصيد عالمي، إن هو كان وصيف كأس العالم للقارات سنة 1997 اللي فاز بيها الجيل الذهبي للبرازيل، وطبعا الجيل ده كمل وصل للنهائي 98، وكان قبلها كان واخد بطولة العالم 94 اللي كانت في الولايات المتحدة الأمريكية. على المستوى القاري ومستوى قارة آسيا اللي هو تابع للاتحاد الآسيوي،
خد بطولة القارة 4 مرات، خدها سنة 1980، 1996، و2000، و2004. وصلت للنهائيات بتاعة كأس العالم بعد ما لعبت مع الإمارات في الملح الآسيوي، وبعد كده لعبت مع نيوزيلندا ووصلت في مباريتين 0-0 و1-0، وصلت لكأس العالم. لو جينا نتكلم يا جماعة عن المناظر والأشكال اللي احنا بنشوفها في أستراليا، مناظر خلابة جدا وجميلة جدا، يعني سبحان الله، أراضي شاسعة من الخضرة ومن الماء، يعني حاجة ما شاء الله، يعني حاجة جميلة جدا. يعني لو هنتكلم بقى عن المدرب بتاعهم أرنولد، ده مدرب أسترالي ومع المنتخب من 2006، ده رقم كبير. يعني هو في 2006 هو اللي أهلهم لدور الثمانية. أنا ما عنديش المعلومة دي بصراحة، لكن هو معاهم من 2006، وقائد المنتخب الأسترالي هو ديفيد رايان أو ماسيان رايان، بيلعب في ريال سوسيداد، وهو طبعا حارس المرمى بتاع الفرقة، وده لعيب قوي بصراحة يا جماعة، وحارس مرمى قوي، لكن برضو يبقى في المتوسط، وتبقى أستراليا في المتناول بالنسبة للمجموعة الرابعة اللي بتضم فرنسا وأستراليا والدنمارك وتونس. يعني هي في المتناول بالنسبة لفرنسا، في المتناول بالنسبة للدنمارك، وأعتقد إن هي في قوة، هي أقوى، ممكن تكون أقوى على الورق من تونس، لكن تونس تعرف تجاري أستراليا والدنمارك في المجموعة الرابعة، وإن شاء الله يا ريت يكون تونس صاحبة بطاقة للتأهل لدور الـ16. نتكلم بقى عن الدول الأوروبية اللي في قلب أوروبا واللي تنشط في المجموعة الرابعة. دولة من ضمن الدول اللي الاسكندنافية الدنمارك في شمال أوروبا، ونظام الحكم فيها ملكي. غريبة برضو، يعني أنت بتتكلم على دولة لغاية النهاردة ملكية في أوروبا، صعبة. يعني عندك بلجيكا، عندك إسبانيا، وعندك الدنمارك اللي معانا. الدنمارك العاصمة بتاعتها كوبنهاجن، أهلها بيتكلموا اللغة الدنماركية. هم طبعا حوالي 6 مليون، وعلى مساحة 43 كيلومتر مربع. لو هتتكلم بقى عن الدنمارك كدولة، الناس دي يا جماعة بتحاول إن هي توصل صورة للعالم كله إن هما يجوا البلد. الصور اللي إحنا بنعرفها في داخل دلوقتي صور بتدل فعلا على مدى الرقي والتقدم والنظافة، وبيهتموا جدا يا جماعة بالخضرة والموانئ. الدولة طبعا من ضمن دول أوروبا، طبيعي برضه إن هي يبقى طولها وعمرها كتير من الحضارة. الاتحاد بتاع الدنمارك اتأسس سنة 1889، وانضم للاتحاد الدولي سنة 1904. ما تأهلش كتير لكأس العالم، لأن طبعا المنافسة في أوروبا قوية. أوروبا بتاخد 13 مقعد، يعني فيهم 5 ملحق، 4 ملحق، و9 مجموعات مباشر. أنت بتتكلم في 13 كرسي في أوروبا، لكن المنافسة قوية جدا. عندك في أوروبا دول منتخبات واقفة على أرض ثابتة زي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا حتى. يعني من الحاجات الغريبة جدا اللي إيطاليا مش موجودة في كأس العالم السنة دي، واللي إحنا خسرناها لأنها بطل القارة، قارة أوروبا. أفضل إنجاز ليها كان دور الثمانية سنة 1998، لكن يبقى أفضل إنجاز ليها بطولة أوروبا سنة 1992، ودي لها حكاية غريبة شوية، لأن الدنمارك ما كانتش أصلا صعدت
من تصفيات أوروبا ولا تأهلت للتصفيات النهائية لبطولة أوروبا سنة 92، ولكن دخلت البطولة بناء على استبعاد دولة تانية كان فيها حرب أهلية، مش هنقول اسمها بقى، ما فيش داعي، سنة 92، وتأهلت في المجموعات وصعدت للنهائي وكسبت البطولة. برضو من ضمن الحاجات برضو الغريبة في المنتخب، يعتبر متوسط بطل قارات سنة 1995، يعني أنت متخيل الدنمارك توصل لكأس العالم 5 مرات، بطل أوروبا مرة، بطل قارات، دي أرقام كبيرة. وصلت طبعا السنة دي في المونديال بتاع قطر 2022 كمتصدر للمجموعة الثالثة، يعني في أوروبا اتصدرت، لا ملحق بقى ولا كلام فاضي. هيلمانت المدير الفني للمنتخب الدنماركي، هو مدرب ولاعب كرة قدم دنماركي من مواليد 1972 ومع المنتخب من 2020. على فكرة يا جماعة، كل ما المدرب بتاع أي منتخب يستقر مع المنتخب، يعني ده من 2020 بقاله سنتين، في ناس تانية مثلا زي بتاع فرنسا من 2012 بقاله 10 سنين. كل ما المدرب يستقر كل ما انت هتاخد منه نتائج. هو طبعا المدرب هيعتمد طبعا على احسن لاعب عندهم، لاعب مانشستر يونايتد إريكسن، فلاعب مع المنتخب من 2020. طبعا إريكسن بدأ مسيرته الاحترافية بالدوري الهولندي وخد افضل لاعب، وبعد كده اتنقل للدوري الانجليزي، خد افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وصيف دوري ابطال اوروبا مع توتنهام. الخضرة يا جماعة، تونس الخضرة بنتمنى لها طبعا التوفيق في البطولة كأس العالم اللي جاية، اللي هتتلعب طبعا على الأراضي القطرية. وده بقى المفروض يا جماعة كل الدول العربية تستغل أو تحاول تستغل الوجود العربي هناك، يعني أنت عندك دعم رهيب من القطريين ومن الوافدين العرب ومن حتى الجاليات العربية الأخرى. تونس طبعا دولة عربية شقيقة في أقصى شمال القارة الأفريقية، تحدها من الشرق ليبيا والجزائر والبحر المتوسط من الشمال. تونس طبعا دولة بتتمتع بساحل كبير جدا يمتد بطول الدولة، الساحل ده هما بيستغلوا أفضل استغلال في السياحة، وهم مروجين جيدين للسياحة عندهم في بلدهم، تمثل دخل للبلد قوي، عندهم مناظر خلابة جدا، وعندهم أسواق، وعندهم مدينة تونس العاصمة مدينة جميلة جدا زي ما انتم شايفين كده في الصور، المناظر الخلابة اللي موجودة. طبعا تونس بتتكلم اللغة العربية، لغة الضاد، يسكنها 12 مليون مسلم، ومساحتها صغيرة طبعا 163 ألف كيلومتر مربع. تونس تأسس الاتحاد فيها سنة 1957، بعد طبعا ما فرنسا طلعت من حرارة، بعد ما تونس حررت نفسها وخدت استقلالها من الاستعمار الفرنسي، اتأسس الاتحاد على طول بعدها، التونسي لكرة القدم سنة 1957، وانضم للاتحاد تقريبا في نفس العام. تونس اتأهلت لكأس العالم 6 مرات، وده رقم محترم. أفريقيا لها نصيب أكبر من أمريكا الجنوبية مثلا، أمريكا الجنوبية لها 4 مقاعد، ومقعد تاني بتنافس عليه مع الفرق الآسيوية، إحنا بنقول عليها 4.5 مقاعد. أما بالنسبة لأفريقيا فهم 5 مقاعد. نظام الصعود لكأس العالم مختلف عن كل الناس، مختلف كل مرة عن كل مرة. اتأهلت في 6 مرات زي ما قلنا، وكان لها إنجازات برضه على مستوى القارة، خدت بطولة أفريقيا 2004، بالمناسبة كانت مقامة على أرض تونس،
اتأهلت مع في مباراة فاصلة مع مالي، كسبت بره أرضها 1-0، يعني كسبت مالي في مالي 1-0، وتعادلت 0-0 هنا في تونس وصعدت، وإن شاء الله يشرفونا. طبعا اللي صعدهم مش هو نفس المدرب اللي هيكمل معاهم في المسيرة بتاعة كأس العالم. المدرب الحالي لمنتخب تونس هو جلال القدري، مدرب تونسي، مدرب من المدربين الوطنيين زي شا وزي كاسبر هويلوند في الدنمارك، وتقريبا المجموعة الرابعة كل المدربين فيها مدربين وطنيين مع المنتخب من 2022 زي ما قلنا. أبرز اللاعبين اللي كانوا معاهم يوسف المساكني، لعيب عنده لعيب لعيب عارف بقى، انت لعيب عنده مهارة. دايما عندنا احنا مشكلة كأفريقيا او كعرب في اللي احنا ما بنعرفش نسوق لعيبتنا. يعني احنا عندنا مثلا لعيب زي محمد صلاح، مش هقول اللي احنا كمصر هي اللي مسوقاه وعملت وخلت وسوقت، لا لا لا، هو فلت مننا، فلت من مصر، ما رضوش يدخلوه نادي الزمالك وحلم حياته، واتنقل بعد كده لأوروبا، وانتوا طبعا عارفين المسيرة. عندك يوسف المساكني، لعيب من الطراز المهاري الجميل. عندنا لاعبين كتير عرب على فكرة على المستويات ديت، لكن ملهمش حظ في الاحتراف لأن احنا ما عندناش الثقافة، احنا ما عندناش التربية والثقافة اللي من البداية مع اللاعبين أو حتى مع الطلبة أو خلافه عشان نسوق لنفسنا بره. بيلعب لنادي الدحيل القطري واتنقل للنادي العربي مع المنتخب من 2010. وفي نهاية الحلقة أتمنى يكون الفيديو عجبكم، دعمكم يهمنا، ما تنسوش ندوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. لو في أي سؤال أو استفسار ياريت تكتبه في الكومنت.